بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا النهاردة بإذن الله هنشرح استلام أرباحك في جوجل أدسنس من خلال الفيزا كارد، من خلال الفيزا بتاعت حضرتك، من خلال البنك. شرحنا في دروس قبل كده سابقة استلام الأرباح عن طريق ويسترن يونيون، وشرحنا الكلام ده كله. قبل ما نخش في موضوع درسنا، ما تنساش تخش على القناة بتاعتي وتشترك فيها وتفعل الجرس. لو دخلت على القناة ودخلت كأنك ضغطت على قوائم التشغيل، هتلاقي هنا قوائم تشغيل كتير قوي. هتضغط في قوائم التشغيل دي دورة كاملة عن اليوتيوب. لما تضغط على الضغطة ديت هيجيب لك انهوت جميع الفيديوهات اللي احنا شرحناها خاصة باليوتيوب، ازاي تنشئ قناة على اليوتيوب، وازاي تفعل عليها جوجل ادسنس، ازاي ترفع الفيديوهات بتاعتك على اليوتيوب، ازاي تضبط اعدادات القناه بتاعتك، ازاي تضع علامه مائيه، ازاي تثبت حقوق الطبع والنشر لفيديوهاتك، ازاي تستلم البين كود، الحصول على البين كود. الناس اللي هي عندها مشكله مش عارفه تحصل على البين كود، انا كنت بواجه نفس المشكله. هتعمل لو اتفرجت على الدرس دوت والله هيجيلك البين كود من اول مره. انا استلمت البين كود واستلمت قبل كده ارباح، وشرحنا قبل كده برضك ازاي تستلم ارباحك. ولو انت لسه قناة جديدة عايز توصل تتخطى الشروط بتاعت اليوتيوب، 1000 مشترك و4000 ساعة، شرحنا قبل كده اكتر من درس ازاي تتخطاهم. لو انت عايز تعرف انت حققت قد ايه من الشروط ديت، شرحنا كل حاجة خاصة باليوتيوب. وحضرتك برضك لو انت في درس معين عايزه لقيته مش موجود في القائمه بتاعه اليوتيوب ديت، حضرتك هتسيب لي اسفل فيديو لازم تشاهده الان في تعليق، قول لحضرتك ان انت عايز الدرس الفلاني، وباذن الله هنتواصل معاك وهنشرح لك الدرس على طول. شرحنا قبل كده ازاي تستلم ارباحك من جوجل ادسنس. مبدئيا عشان تستلم ارباحك من جوجل ادسنس لازما الحد الادنى للدفع يكون عندك 100 دولار، يعني لازما تكون بلغت الارباح بتاعك او بلغت الارباح بتاعت حضرتك او بتاعت حضرتك 100 دولار. طيب لو انا عندي 99 مش هينفع اسحب الارباح بتاعتي، يبقى لازم عشان تستلم الارباح يكون عندك حد ادنى 100 دولار. طيب البين كود بيجي لك تلقائي بعد 10 دولار. البين كود بيجي لك بعد 10 دولار. لو انت مش عارف تفعل البين كود، شرحنا درس قبل كده، تخش زي ما انا وريتك وتجيب. تمام، مبدئيا كده تمام. طيب شرحنا برضك ازاي تستلم ارباحك من خلال ويسترن يونيون، واستلمت قبل كده الارباح وقلت لكم ومشيت معاك خطوه بخطوه وانا داخل البنك وانا بملى البيانات بتاعتها والحاجات دي كلها اللي انتوا عارفينها. لكن في ناس تواصلت معايا وقالت لي فارس البرمجيات عايزين درس عن استلام الارباح من خلال الماستر كارد. مبدئيا قبل ما نخش على الدرس هتخش على صفحة جوجل ادسنس وتقف معايا، افتحها كده وتقف. بعد ما اقف اعمل ايه؟ اول حاجة هتعملها هتحضر الفيزا بتاعت حضرتك زي ما انت شايف اهي. ديت الفيزا بتاعتي مثلا انا محضرها اهي، اخليها معايا عشان هنحتاجها، هقول لك هنحتاجها في ايه. هضغط هنا بعد ما اخش على جوجل ادسنس، هنزل كده واضغط على الدفعات. تمام، دخلت على جوجل ادسنس، الموضوع سهل، ركز معايا بس دقيقتين والموضوع هيخلص. خش على جوجل ادسنس على الدفعات، هيحولك للصفحه ديت. بعد ما دخلني الصفحه ديت زي ما انت شايف ديت طريقه الحصول على الدفعات. انا كنت مفعل ويسترن يونيون، كنت مفعل قبل كده طريقة ويسترن يونيون، واستلمت بالفعل أرباحي من خلال ويسترن يونيون من خلال البنك اسكندرية. وشرحت الموضوع ده والتفصيلي من ألف للياء، حتى جبت لكم وأنا ماشي في الشارع ودخلت وكل حاجة اللي حابب يستلم عن طريق ويسترن يونيون وما عندهوش فيزا. لكن النهاردة إن شاء الله هنشرح استلام أرباحك من جوجل أدسنس بطريقة أخرى غير ويسترن يونيون، وهي الماستر كارد. بعد ما دخلنا على الدفعات هتيجي ان هو تضغط على إدارة طرق الدفع. إدارة طرق الدفع، بعد ما تضغط على إدارة طرق الدفع ديت زي ما انت شايف كده، هضغط هنا على إضافة طريق الدفع. هضغط على إضافة طريقة دفع. أنا دلوقتي عندي الوسيلة ديت وهعمل وسيلة أخرى، فهضغط على إضافة طريقة الدفع.
عندك هنا جايب لك اختيارين. اختيار اول اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني دوت اللي هو موضوع درسنا النهارده هو الماستر كارد، تمام؟ اضافه تفاصيل جديده للشيكات. لو انت محتاج ان يجي لك الارباح بتاعتك عن طريق شيك فين؟ في البريد. وطبعا انا ما بحبسش الطريقه ديت خالص. ارباحك الفيزا الشيك بتاع حضرتك لا ما وصلكش يبقى ارباحك بخ، كل تعبك وشقاك راح. يبقى انت عندك الوسيلتين الامن هي الفيزا والوسيله الثانيه اللي هي الماستر كارد. هضغط انهوت او سوري انا اسف، الطريقه الاولى اللي احنا قلنا عليها لويسترن يونيون والطريقه الثانيه هي الفيزا. هضغط انهوت عشان اضيف الفيزا بتاعتي. زي ما انت شايف ان هو بيقول لك ايه، اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني. معرف المستفيد ده اختياري مش هتكتب فيها حاجه. اسم، الاسم على الحساب المصرفي، حضرتك هتخش على الحساب المصرفي بتاعك على الانترنت او من خلال الشيك اللي بيجي لك اللي هو او من خلال اي جواب جالك من البنك بيبقى مكتوب في الاسم بتاعك في الحساب البنكي. فانت لازم تعرف اسمك مكتوب ايه في الحساب البنكي، هتكتبه نهوت الاسم ثلاثي او رباعي، ورباعي طبعا افضل. اسم المصرف اللي انت بتتعامل معاه، يعني مثلا نكتب مثلا سي اي بي، مثلا هنكتب مثلا بنك سي اي بي، او ممكن نكتب بنك اسكندريه، او ممكن بنك القاهره. يعني حضرتك هتكتب اسم البنك اللي عليه الماستر كارد بتاعت حضرتك. وصلت؟ يبقى اسمك هنا اهوت زي ما بيجي لك في الحساب البنكي بتاعك او في الشيت او في الجواب او في كشف الحساب بتاع حضرتك، بيجي لك اسمك من فوق، هتكتب الاسم دوت هنا رباعي. بعد كده هتكتب اسم البنك، رمز السويفت بي اي سي. رمز السويفت بي اي سي دوت، الرمز ده هتجيبه منين؟ اولا يعني ايه رمز السويفت بي اي سي؟ ده الرمز اللي من خلاله بره بيستخدموا الرمز دوت عشان يحولوا للبنك نفسه. فكل بنك ليه رمز سويفت بي اي سي، قدامك طريقتين عشان تجيب الرمز دوت او حلين. الحل الاول اللي انت تتصل بخدمه العملاء بتاعه البنك اللي انت بتتعامل معاه وتقول له عايز السويفت بي اي سي او كود سويفت، تمام؟ هيديك هنا ارقام هتكتبها، هتديك هنا ارقام هتكتبها. طب لو انا مش عايز اتصل بالبنك، حضرتك هتخش على جوجل وهتكتب زي ما انا كاتب كده سويفت كود بنك سي اي بي، لان انا بتعامل مع البنك بتاع السي اي بي. وبعد كده ضغطت على الاختيار الاول، هتحمل معايا الصفحه زي ما انت شايف. الصفحه بتاعت السي اي بي هي لو انت حابب تسالهم حاجه، لكن هنا في الجنب على الشمال زي ما انت شايف سويفت كود، ادي الكود بتاع السي اي بي. انا بالفعل اتصلت بالبنك وادوني الكود ودخلت على جوجل، اتاكدت فعلا ان الكود واحد مطابق 100%، مفيش اي اختلاف، تمام؟ عرفنا هنجيب السوفت كود منين. وبعد كده هكتب هنا اهوت، بعد ما اكتب سوفت كود، ادي السوفت كود اهو مثلا عشان محدش يتلخبط معانا، ادي نسخ. ادي السوفت كود انا ضفته. رقم الحساب، رقم الحساب دوت اجيبه منين؟ رقم الحساب اهو، ادي الفيزا بتاعت حضرتك، هنا بيبقى فيه رقم كبير قوي، هو دوت الرقم الحساب بتاع حضرتك، هتكتبه هنا اهوت. وبعد كده هتعمل اعادة ادخال رقم الحساب، عشان لو عندك خطأ في رقم الحساب هتيجي ان هو تدخله زي الباسورد، تكتبه وتأكده. بعد كده الاختيارين دول مالهمش لازمة عندنا، ان ده مصرف وسيط. لو انت محتاج ان الفلوس تروح لمصرف وسيط بعد كده يجيلك على بلدك، هتختار الاختيارين دول، طبعا احنا مش هنختار اي حاجه فيهم. بعد كده نضغط هنا على ضبط كطريقه دفع اساسيه، ماشي. بعد كده هنضغط هنا على كلمه حفظ، ادي البيانات بتاعتي انا ماليها هنا اهو بالفعل، ادي الاسم وكتبت اسم البنك والرمز بتاع السويفت كود. وبعد كده اهوت انا هنزلت هنا اهوت، طبعا اخترت الاختيارات اللي كتبت رقم الحساب، واضغط هنا على ضبط كطريقة دفع أساسية، واضغط هنا على كلمة حفظ. زي ما أنت شايف هو تم إضافة التحويل الإلكتروني.
لو انت ضغطت بعد كده على كلمة تحرير هتبدأ تخش وتشوف البيانات بتاعتك لو انت حابب تعدل عليها اي بيانات. في ملحوظة مهمة قوي. طب دلوقتي انا عندي طريقتين، ويسترن يونيون وعندي الماستر كارد. انا دلوقتي الحساب بتاعي او الفلوس اللي هتتحول هتجيلي على انهي حساب؟ هتجيلك على الحساب اللي مكتوب فيه هنا كلمة الاساسية، طريقة الدفع الاساسية. طيب هنا مكتوب غير محدد، طب انا اخترت هنا طريقة الدفع الاساسية، هتلاحظ ان تم التبديل ما بين الوسيلتين، اصبحت ديت الاساسية وديت الطريقة غير الاساسية او غير محددة. لكن انا عايز ارباح تجيلي على الماستر كارد، فهختار ان هو طريقة الدفع الاساسية. زي ما انت شايف دوت وسيلة الدفع ان شاء الله اللي هستلم بيها ارباحي هي من خلال الماستر كارد. خلصنا الدرس؟ لا، استنى معايا، في معلومات مهمة جدا. طيب انا حسابي البنكي بالجنيه المصري، هيتم ارسال الفلوس بتاعتي بالدولار، انا ينفع اروح اسحبها بالدولار من الحساب بتاعي؟ لا طبعا ما ينفعش، الفلوس بتاعتك هتتحول لك بالدولار لكن هتخش حسابك عن طريق الحساب بتاعك لو هو بالجنيه المصري، فيتم تحويل المبلغ الى الجنيه المصري. طب حساب بتاع حضرتك لو دولار، يبقى انت هتقدر تستلم الارباح بتاعتك دولارات. طيب ينفع احول فلوس مصر جات لي دولار من خلال الحساب اللي هو بالجنيه؟ لا مش هينفع. باختصار ريح دماغك، اتصل بالبنك قبل ما تعمل الخطوه ديت، قول لهم لو سمحت انا دلوقتي عايز احول ارباح او انا جاي لي فلوس بالدولار من بره مصر، ينفع استقبلها على الحساب بتاعي؟ هتقول لك ينفع او ما ينفعش، لكن اغلبيه البنوك طبعا ينفع ان انت تحول من الدولارات تجي لك على حسابك، لكن هتقول لك هتتحول بقيمه الجنيه المصري. يعني الواحد دولار مثلا، لو انت هيجي لك واحد دولار من بره، الواحد دولار مثلا سي سعره النهارده 17 جنيه او 16 جنيه ونص، فهينزل في حسابك مبلغ 16 جنيه ونص. طب المبلغ دوت هيجي لي امتى او هيجي لي يوم كام؟ شرحنا قبل كده برضك، قلنا الارباح بتيجي يوم كام، لكن برضك هنذكر بعضينا، الارباح بتنتهي جوجل ادسنس من يوم 1 ليوم 30 بتبدا تحسب ارباحك اللي هي على الاعلانات. الأرباح اللي على الإعلانات تبدأ تحسبها من يوم 1 ليوم 30، تمام؟ طيب أنا بخش دلوقتي على الحساب بتاعي ما بليش الأرباح نزلت يوم 30 ولا 31 ولا يوم 1 ولا يوم 2، مش هتنزل لك. الأرباح تبدأ تسمع في جوجل أدسنس بعد ما بيراجعوها بتنزل يوم 12 13 14 15، المهم من بعد يوم 12، تمام كده؟ طيب أنا نزلت الأرباح النهارده مثلا 15، وانا اتاكدت ان انا عندي بلغت الحد الادنى وعايز اسحب فلوس، بحدد طريقه الدفع، ويوم 25 من الشهر بتبدا تحط الفلوس بتاعتك في الدفعات اللي انت عايزها، بتبدا تحط تختار الفلوس بتاعتك هتنزل في انهي طريقه انت محددها، عن طريق ماستر كارد او عن طريق ويسترن يونيون او عن طريق شيك بيجي لك عن طريق البريد، تمام كده؟ يبقى الحساب بتاع جوجل ادسنس بيتم حسابه من يوم 1 ليوم 30، لكن بتنزل لك في جوجل ادسنس الارباح فعليا يوم 12 فيما فوق. تقدر تستلم ارباحك امتى؟ من يوم 25 وانت طالع. المعلومه دي والله انا تعبت جدا جدا على اليوتيوب وعلى البحث عنها، ما كانش حد يقولها لي، واللي كان بيقول لي يقول لي كده حاجات وانا مش عارفها، لكن انا عشان الحمد لله استلمت ارباحي، وباذن الله انت كمان هتستلم ارباح من المحتوى بتاعك الهادف، تمام؟ فديت الطريقه مش هتلاقيها عند حد، ولو لقيتها هتلاقيها نادرا، فانا بقدمها لك ببساطه ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز غير دعوه صالحه من حضرتك، ودوت علم الواحد بينتفع به سواء في الدنيا او بعد مماته، ان دوت علم نافع بينفع الناس. طيب انا دلوقتي اول مره شاهد الكلام ده كله، عايز اعمل قناه جديده وعايز استلم ارباح وعايز افعل، او عايز ان انا اوصل لل1000 مشترك و4000 ساعه للشروط بتاعت اليوتيوب، او انا مش عارف اي حاجه عن اليوتيوب وعايز ان انا ابدا من جديد وعايز يبقى عندي ارباح، اعمل ايه؟ قلت لك هتخش على قناه فارس البرمجيات، هتخش على قناه اللي احنا قلنا عليها دوره كامله في اليوتيوب اللي احنا قلنا عليها ديت اهي، دورة كاملة عن اليوتيوب من الألف للياء، فيها كل حاجة أنت عايزها، وحضرتك ما تشغلش بالك، لو في أي معلومة وقفت قصادك هتكتب لي في كومنت أو تتواصل معايا عن طريق الفيسبوك، هتلاقيني برد عليك بإذن الله. بإذن الله أول ما أشوف الكومنت بتاعك هتلاقيني برد وأتواصل معاك. طيب لو في معلومة ناقصاك اكتب لي بردك أسفل الفيديو وإن شاء الله أكملها لك.
لو عجبك الدرس ما تنساش تشترك في القناة بتاعتي فارس البرمجيات وتضغط لايك أسفل الفيديو اللي تشاهده الآن، وشارك الموضوع مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. كان معكم أخوكم الفارس حسام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.